السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم. اليوم نقوم بإكثار نبات إكليل الجبل. طبعا هذا النبات سهل جدا في الاعتناء ولها فوائد كثيرة، فوائد صحية، وفي نفس الوقت إكثارها سهل جدا. اليوم نقوم بإكثارها بخطوات سهلة جدا. قبل ما نبدأ أحب أشكر كل من دي يشاهد القناة. دعمكم هو اللي جعلني أستمر وأقدم أفضل. شكرا لدعمكم، وأحب أذكر كل من يشاهد الآن هذا الفيديو، إذا ما مشترك بالقناة اشترك حتى توصل لك الفيديوهات الجديدة. بسم الله نبدأ. أولا نقوم بأخذ عقلة سليمة جيدة بطول 10 سنتيمتر، ونقص الجزء العلوي بهذه الطريقة. ونقوم بإزالة الأوراق الزائدة ونزرعها في تربة زراعية خفيفة، يجب أن تكون الرعاء الذي نزرع به أن تكون مزروفة حتى تصرف المياه الزائد. نزرعها في تربة زراعية خفيفة وغنية بالمواد العضوية حتى تشجع على تجذير النبتة الجديدة. إكثارها سهل جدا، فقط ازرعها في الربيع، قم بإكثارها في الربيع أو في الخريف.